أهلا بحضراتكم في أول لقاء، لقاء ثري جدا مع نجم من نجوم، عاوز أقول في الإدارة، في كل شيء، مهندس مصطفى فهمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. إحنا بنرحب بيك في خلال برنامجنا الكامل المجري. هلا كابتن، وأنا سعيد جدا خصوصا إن اللقاء ده يعني بعد أقل من 24 ساعة من فوز الأهلي بالنجمة الـ10، وده حاجة يعني رجعتنا يمكن حوالي 40 سنة للنجمة الأولى. أيوة. الأولى أنت كنت يعني من أقطاب أو أبطال النجمة الأولى مع كابتن الخطيب وكل المجموعة اللي يعني كان أياميها يعني الفوز بالبطولة الأفريقية أعتقد كان أصعب من الفوز دلوقتي. كنت موجود معانا في الماتش ده، كنت موجود الماتشين، في الماتشين، الماتش الأولاني 3-0 والماتش التاني كمان. الماتش التاني كان يعني كان توريك قد إيه المستوى كان قوي في أفريقيا. إن طبعا أنت فاكر كنا كسبنا 3-0 الماتش الأولاني. أيوة. بس ما كناش مطمنين. مظبوط مظبوط، قوة فريق كوتوكو كنا رايحين، ولما دخل فينا الجون الأولاني ابتدينا نقلق، لكن الحمد لله كابتن الخطيب جاب جون التعادل وساعتها بقى اطمنا وعرفنا ان وانت من خلال تواجدك في الاتحاد الافريقي وشايف فرقه كوتوكو والنتائج اللي عملتها الفترات الاخيره بتاعتها، كنت خايف على النادي الاهلي في مباراه اللي كانت موجوده في استاد القاهره وكان في حوالي اكتر من 100,000 متفرج، وبطوله كانت اول بطوله عزيزي واحنا اول مره نوصل نهائي افريقيا، كنت خايف من فرقه كوتوكو؟ اعتقد مش انا بس اللي كنت خايف، كان يعني انتوا كفريق والجمهور كلنا كنا خايفين من قوة فريق كوتوكو، لأن كان عنده خبرة ولعب كذا نهائي قبل كده، يمكن كان كسب مرة واحدة بس وصل نهائي كذا مرة، فله خبرة كبيرة وكان عنده لعيبة على مستوى عالي جدا. مستوى عالي جدا. والحمد لله أنت وفقت، عملت 3 أسيست، واحدة للكابتن علاء ميهوب واثنين للكابتن خطيب، والكابتن خطيب جاب 3 أجوان من الـ4 في المباراتين دول. مجموع المباراتين.